ايه الموضوع اللي عايز تكلمنا فيه؟ سهلي بنتك جوزها بقى الشقة اللي عاشت سنين تحلم بيها. طب بعتوا الشقة؟ يا ماما بعناها. طب اخدتوا حاجة احسن؟ لا، ما كانش معانا فلوس ندفع عملية طنط وداد. وعجبتك الشقة اللي انت قاعدة فيها؟ الشقة الضيقة المقرفة؟ طب خدي ودي معايا في الكلام، ناقشيه ولا زي كل مرة تفتحيش بقك معاه؟ لا يا بابا، أنا اتكلمت معاه، شجعته عشان ما كانش في حل تاني. يا بنتي أنت عاجبك الحياة اللي أنت عايشاها دي؟ ما تشوفي إخواتك عايشين إزاي؟ بلاش تقارني بإخواتي يا بابا، المقارنة هتبقى ظالمة قوي. ليه بس يا حبيبتي؟ إخواتك أحسن منك في إيه؟ أنا ما أعرفش إجابة السؤال ده، بس يمكن بابا يبقى عنده إجابة. لما ساعد جوز سارة إنه يجيب شقة وجهز سارة من كله، فيروز كمان دخلت مش ناقصها أي حاجة، لكن أنا بقى اتجوزت بشنطة هدومي القديمة. عبد الله اللي مش عاجبك ده هو اللي اتكفل بكل حاجة لما قلت لي أنا ماليش دعوة بالجوازة دي. عشان عنتيني واتجوزتيه غصب عني. عشان راجل بيحبني. واحد غيره كان قال لي أنا ماليش دعوة بكل ده. أنا عمري ما جيت طلبت منك فلوس، والمرة الوحيدة اللي عملت فيها كده كان عشان حماتي مش عاجاني، وقلت عليا شحاتة. وأكتر مرة كنت محتاجة لكم فيها ما لقيتكوش، كل واحد فيكم كان في وادي، ما لقيتش حد تسند عليه. حتى أخواتي كانوا مشغولين في مشاكلهم اللي انتوا السبب فيها. زياد اللي من وهو صغير بتعملوا له كل حاجة وإحنا خدامين عنده، طلعته ما عندوش إحساس بالمسؤولية. فيروز من كتر دلعكوا فيها بعد ما راحت بيت جوزها عايزة ترجع تاني لحضنكوا، هتلاقي الدلع ده فين؟ حتى سارة مشاكلها انتوا السبب فيها. أنا لازم أمشي، عايزة أرجع لبناتي أربيهم وأراعيهم، عشان لو قصرت معاهم مش هلوم غير نفسي. عن إذنكم. سمر، شفت احنا وصلنا لإيه؟ أنا برضو اللي غلطانة؟ لا، احنا الاثنين غلطانين، بس أنا غلطان الغلط الأكبر، أنا بعترف بكده. ولادنا اللي عشنا العمر كله أملنا إننا نشوفهم وهم أحسن حال، وإحنا ما فكرناش فيهم، مع إن المفروض إن قبل ما نفكر في نفسنا نفكر في ولادنا ونحاول نصلح حياتهم. Watch it.